السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم العدد المطلوب الذين تجب عليهم الجمعة؟ هل لازم يكون هناك عدد معين تجب عليهم الجمعة؟ قالوا 12 أو أكثر من 10، وقالوا 40، والصحيح أن الذين تجب عليهم الجمعة 3: إمام ومأموم ومؤذن. فإذا كانوا 3 وجبت عليهم الجمعة ويقيمون صلاة الجمعة، خطبة الجمعة، خطبتين يعني، وصلاة جمعة عادي. إذا كانوا في مكان ليس فيه مسجد ومكان بعيد منقطع كمثال، أو ما يستطيعون يصلون في الخارج، فإن كانوا 3 وجبت عليهم الجمعة. وأفتى العلامة شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قال: وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، حيث أن العلماء اختلفوا. الذين قالوا 40 استدلوا بحديث الغزوة، والذين قالوا أكثر من 10 استدلوا بالآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، كان عددهم أكثر من 10. والصحيح 3: إمام ومؤذن ومأموم يعني مصلي، هؤلاء تجب عليهم الجمعة. والله أعلى وأعلم. هنا أكثر من 80 كيلو، بس عرف أنا ماني مسافر، رايح العبدلي، رايح السالمي، رايح الوفرة، بس اسمي مسافر، ما اسمي ما هو مسافر، فهنا تجب عليه الجمعة. لو كنت في مكان ليس في، كان واحد منكم طالع يوم الجمعة يعمل حساب يوم الجمعة يروح يصلي مع الجماعة، هذا الأصل، مع جماعة مسلمين، فأنتم مقيمين تجب عليكم الجمعة. هذا القول الصحيح والراجح، وهذا فتوى شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. والله أعلى وأعلم. ورد إشكال من بعض المتابعين، خاصة نحن الآن في المخيم، قالوا إحنا فهمنا من كلامك أن الصلاة الجمعة تكون في المخيم أو في البر لو كان عددنا 3. لا، تركب سيارتك تروح إلى المسجد، لأن صلاة الجمعة لا تكون إلا في المدن والقرى. أما قضية الآن أن الإنسان يصلي الجمعة في المخيم، لا، ركب سيارتك وذهب إلى المسجد. ما عندكم مسجد ما تجب عليكم الجمعة.